تاني شي رح نشتغله رح نرجع نعيد تطبيق application كان عندكم اياه homework عن number of mole of iron. نحنا بنعرف صرنا معلمين كيف نجيب number of mole لاتوم, number of mole لمولكيول. كمان رح نرجع نأكد على الفكرة اللي شرحناها من قبل, number of mole of ions كيف نشتغل عليها. اول شي بالابليكيشن هيدي عم بيقلنا calculate the number of mole in 11 gram of Na2S وعطيني given molar mass لل Na2S is equal to 55 gram per mole. طيب خلينا اول شي ركز على موضوع هيدا ال Na2S, is it an atom؟ طلعوا فيها, في عندها 2 sodium atoms 1 sulfur atom, يعني مش atom لحالة, هي عبارة عن group of atom. طيب does it have a charge؟ It does not have any charge here above, فإذا هيدا مش ion. لما يكون عندنا group of atoms having no charge فهيدا اسمها molecule. عطانا من هيدا المولكيول اللي هي sodium sulfide عطانا الماس 11 gram small m, يعني عطانا المولر ماس لألا, ما عزبني لأعمل calculation, عطاني إياه هو للمولر ماس 55 gram per mole. قال لي calculate the number of mole يعني السمول n, منجيبها n equal mass على مولر ماس. طيب هيدا أول شيء number of mole لل Na2S بتساوي الماس لل Na2S على المولر ماس لل Na2S. الماس عطيني إياها given 11, مولر ماس عطيني إياها given 55, بحسبها بتطلع 0.2 mole. The part اللي بعده قالنا deduce the number of mole of cation and that of anion in 11 gram of Na2S وعطاني given Avogadro's number. طيب هون شغلنا الأساسي بدرس الآيون, بدي أعمل deduce the number of mole of cations and anions. طبعا المكونين مين؟ المكونين ال Na2S لأنه هو مكون من cation اللي نحنا مفروض انه دغري مباشرة حافظين الايونز, فعرفنا انه مكون من الكاتايون اللي هو Na+ والانايون اللي هو S2-. بدي اعرف النمبر اوف مول للكاتايونز والانايونز المكونينه للNa2S بنفس السامبل بال11 جرام. طيب نحنا دايما بالكيمستري من هون لاخر ما تخلصوا مدرسة دايما روحوا على النمبر اوف مول, طلعوا number of mole للكمباوند كله, طلعوا من خلاله بتطلعوا number of mole لأي شيء. من خلال number of mole فيكن تحسبوا mass, فيكن تحسبوا number of cations, فيكن تحسبوا number of molecules, فيكن تحسبوا أي شيء. أهم شيء نطلقوا دايما من number of mole اللي هي small n. جبنا number of mole لل Na2S, من خلالها رح نجيب number of mole لل Na+ اللي هو الكاتايون والnumber of mole لل S2- اللي هو الأنايون. كيف؟ نحنا اشتغلنا ب steps. اول step بدي فككوا لهيدا الايون للايونيك كومباوند لاصله لكاتايون وانايون. كيف بدي فككها؟ بالديسوشيشن او الايونيزيشن ايكويشن. تاني خطوة هين, اول خطوة حطيتها فككته Na2S بتعطيني Na+ plus S2 minus. طيب بدي انتبه للبالانس, عندي 2Na فرح حط هون 2. الخطوة اللي بعدها اني حط تحت الإكويشن هيدي number of mole لكل حدا. طيب اول شي بكتب الكوفيشنز, هيدا قدامه 1 فعندي 1 مول, هيدا قدامه 2 فعندي 2 مول, هيدي قدامه 1 فعندي 1 مول. يعني كأني عم قول 1 مول of Na2S it dissociates into 2 مول of Na+ and 1 مول of S2-. الخطوة الثانية بدي حط الاشياء المعطيات اللي عندي اياها بالسؤال بالاكسرسايز. انا شو عندي number of mole لان Na2S جبناها من شوي هي 0.2 مول, فمعي 0.2 مول رح حطها. هيدا اول معطى انا معي بالسؤال, اول condition معي بالسؤال. طيب 0.2 مول حتى لو ما عطيني اياه او ما طالب مني اعمل له كالكوليشن انا مباشرة رح اعمل كالكوليشن, صار لازم نعرف هاي النقطة. طيب number of mole للكاتايون Na+ ما معنى اياه ولا حسبناه ولا حدا عطانا اياه given, نحنا بدنا نطلعه, هدفنا نطلعه. كذلك الامر بالنسبة لnumber of mole of S2-. منحطهم بهيدي الطريقة, منحط اول شيء number of mole حسب الإكويشن اللي كتبناها يعني 1 مول 2 مول 1 مول, نرجع منحط
المعطيات اللي عنا إياها بالسؤال، لأنه سؤال عن سؤال بيختلف، كمية عن كمية بتختلف. فهون كان عنا 0.2 مول، هيدا number of mole بدنا نطلعه، وهيدا number of mole بدنا نطلعه. شو بنرجع بنعمل بعدين؟ نرجع بنعمل criss cross multiplication. بجي نفس هيدي باخدها مثل ما هي هيدي، بس نقلتها حطيتها قدامي هون، بدي اعمل الكريس كراس. طبعا ما بجيب نمبر اوف مول لان اي بلس وان ونمبر اوف مول لاس 2 ماينس بخطوه واحده، كل وحده بدي اشتغلها بخطوه. رح بلش بالنمبر اوف مول للان اي بلس، رح اخذ هيدول مع هيدول. اذا بدي اعمل كريس كراس مولتيبليكيشن لجيب نمبر اوف مول لان اي بلس، بقول نمبر اوف مول لان اي بلس بتساوي 2 تايمز 0.2 اوفر 1، هي 2 تايمز 0.2 over 1 equals 0.4 مول. فبيطلع بهيدي السامبل عند النمبر اوف مول للكاتاين اللي هو A plus is 0.4 مول. بنفس الطريقة بدي ارجع اجيب النمبر اوف مول للاس 2 minus اللي هو الانين، باخد هيدول، فيني اخدهم مع هيدول واعمل كريس كروس لانه انا جبت النمبر اوف مول للان A plus، او باخد هيدول مع هيدول. الافضل انه اخد الشيء اللي انا اللي معي اياه جبن، مش اللي طلعته انا بالكالكوليشن تاعيته، لانه ممكن يكون الكالكوليشن لالي غلط. فرح اخد 1 مول مع والنمبر اوف مول اس 2 ماينس مع ال1 مول وال0.2 مول هون، واعمل كريس كروس ميثود. انا بدي النمبر اوف مول للاس 2 ماينس، فهي بتساوي 1 تايمز 0.2 اوفر 1، فبيطلع الجواب 0.2 مول. هيك بنكون طلعنا number of mole of each cation and anion in this sample.